أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح أن رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تجاه سياسة ترشيد الإنفاق تنطلق من حرص سموه رعاه الله على أهمية المحافظة على موارد الدولة وتوجيهها الوجهة السليمة لضمان استمرار عملية التنمية المستدامة والشاملة في كافة قطاعات الدولة والتي تنعكس بصورة إيجابية على حياة المواطنين بخدمات عالية الجودة في مختلف مناحي الحياة. وأوضح الشيخ سلمان الحمود خلال لقائه رئيس لجنة التوعية للحد من الهدر وترشيد الإنفاق المنبثقة عن مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة ظهر اليوم إن امتثال وزارة الإعلام للرغبة الأمرية السامية بترشيد الإنفاق يأتي مستندا إلى الحصول على منتج إعلامي عالي الجودة بتكلفة حقيقية دون هدر أو تبذير. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية بوزارة الإعلام ورئيس لجنة التوعية للحد من الهدر وترشيد الإنفاق الأستاذ محمد العواش. بداية أستاذ محمد، كيف بدأ لقاء اللجنة اليوم وما هي الأنشطة التي باعتقادك ستطلع بها اللجنة ومهامها في التوعية للحد من الهدر وترشيد الإنفاق؟ تفضل أستاذ محمد. شكرا زميلي أستاذ صالح. هذا الاجتماع يأتي ليؤكد حرص معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان صباح السالم حمود الصباح على ترجمة المعاني السامية والرسائل السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والمتعلقة بترشيد الإنفاق والحد من الهدر والإسراف. أيضا تأتي ترجمة لتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك حفظه الله في التي تصب في هذا الصدد. واجتمعت اللجنة اليوم بمعية معالي وزير الإعلام وأعضاء اللجنة والتي تمثل عدة جهات في وزارة الكهرباء والماء ووزارة التربية ووزارة الشؤون ووزارة الأوقاف ووزارة المالية إضافة إلى وزارة الإعلام والأمان العام للتخطيط. لا شك حظينا بتعليمات وتوجيهات من معالي وزير الإعلام تصب في هذا الشأن، ولعل أهمها الاستعداد والتحضير الجيد للمؤتمر الوطني لترشيد الإنفاق والمزمع إقامته في الأول من شهر مارس والذي سيشارك فيه عدة جهات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى جامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية للإدارة الاقتصادية وإضافة إلى الإدارة المركزية للإحصاء ووزارة النفط ووزارة المالية. أيضا هناك ستنطلق بإذن الله في 13 من فبراير الحملة أيضا توعوية من منظور شرعي بدعم من وزارة الإعلام بكافة قطاعاتها للحد من الإسراف تحت عنوان لا للإسراف، وذلك أيضا تماشيا مع سياسة الدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها في ظل انخفاض سعر البترول. لا شك هناك أيضا العديد من الأنشطة التي قامت فيها وزارة التربية والتي هي عضو أصيل في اللجنة إضافة من خلال طابور الصباح وبعض الحصص الخاصة في هذا الشأن، إضافة لجهود وزارة الكهرباء وجهود وزارة الشؤون من خلال مراكز تنمية المجتمع. أيضا هناك دور كبير جدا للأمانة العامة للتخطيط من خلال ما نستلمه من داتا ومعلومات في شأن الإرشاد. أيضا وزارة الإعلام تقوم بدعم كبير جدا من خلال قطاعاتها المختلفة على نطاق الأخبار والتلفزيون والإذاعة وأيضا التواصل الاجتماعي من خلال الفلاشات تعنى بحث المواطنين لترشيد الإنفاق. نحن ننطلق من منطلقين صالح. المنطلق الأول هو التعريف بالإجراءات الحكومية التي تصب في الهدر ومنع الهدر بمعنى أصح، وثانيا الإجراءات التي تعنى بتوعية المواطنين بأهمية الإسراف نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها دولتنا الحبيبة الكويت. نعم، كل الشكر والتقدير للأستاذ محمد العواش الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والإعلامي والتنمية المعرفية بوزارة الإعلام ورئيس لجنة التوعية للحد من الهدر وترشيد الإنفاق. شكرا لك. ما زالت